topic because we want to match the position that Morocco is a country that is loved and respected by Israelis as well as Palestinians. Personally, my point of view at that time was a very sincere person. He could not engage in dialogue, though he chose to make a dialogue. And then he would have. But let me just add that it's more than a privilege. It should be a responsibility when you have such. وهذا اللقاء كان بمناسبة إصدار كتاب مهم جدا كتبه الكاتب يوسي أليفي الذي حضر لتقديم كتابه هنا. هو عبارة عن حوارات مع جاره الفلسطيني في سياق كان محتدما ومتوترا لمرة في بين يعني في الضفة الغربية، وأرأى أن يمد أسباب الحوار مع جاره من أجل كسر يعني الطوق، أولا المادي لأن هناك سور عازل بين الشعبين، والمعنوي بالسعي لمحاولة فهم الآخر. هذا الكتاب لقى رواجا كبيرا، صدر باللغة الإنجليزية أول أمر، وفي نفس الفترة صدر باللغة العربية، وأتى هنا يعني الكاتب يوسي أليفي ليقدم كتابه هنا في مراكش ويحل المغرب لأول مرة. والشيء اللافت هو الانطباع الأول الذي قال به أليفي، لأن أول مرة يحضر المغرب، أنه لم يكن يتصور المغرب بهذا الشكل من حيث قبول الآخر ومن حيث أرضية للحوار ومن حيث يعني أولا الإيمان العميق بالسلم والسلام، ولكن كذلك الإيمان بعدالة القضية الفلسطينية. ومثل ما قال يعني الفريق المغربي في المونديال وحد كل من الفلسطينيين وكل من الإسرائيليين، وهذا أمر يعني لا يمكن أن يتم، يعني هناك شرخ قائم، ولكن المغرب استطاع أن يوحد. ولذلك على المغرب مسؤولية مثل ما قال هو يعني في معرض حديثه ليمد أسباب الحوار من أجل حل دائم وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني. أزتين إزيان، عضو جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية بالولايات المتحدة الأمريكية، المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية. اليوم تنستقبلوا المعهد شالوم هارتمان اللي وقعنا معها اتفاقية شراكة بخصوص برنامج أمالاي. هذا البرنامج هذا للتبادل الثقافي ما بين الشباب المغاربة والشباب الإسرائيليين. اليوم كان عندنا اللقاء مع رئيس الجامعة القضائية لتدرس هذا البرنامج هذا، واليوم حنا في دار الشريفة تنقوم بواحد اللقاء قراءة في كتاب العضو هذا المعهد هذا يوسي كلاين هاليفي. هذا الكتاب هذا اللي سميته رسائل إلى جاري الفلسطيني، اللي من خلال يوسي كلاين تحاول أنه يوضح ويعرف بتاريخ اليهود، وكذلك أنه تحاول أنه يمسح هذه الصورة النمطية اللي تتشوب العلاقات المغربية الإسرائيلية الفلسطينية. القراءة في كتاب قدمها الدكتور حسن أوريد، وحضروا واحد المجموعة شخصيات الدبلوماسية والفعاليات المجتمع المدني وواحد المجموعة المفكرين والأدباء بهذا اللقاء. كذلك أنه هذا الأسبوع هذا غادي تدخل له واحد المجموعة تاع الاجتماعات مع شباب اللي غيستافدوا من هذا البرنامج أمالاي، وكذلك غادي يكون عندنا لقاءات مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين الجهويين والترابيين بمجموعة من الجهات تاع المملكة. بالتالي جمعية الصداقة المغربية الإسرائيلية بالولايات المتحدة الأمريكية تحاول أنه تمارس الدبلوماسية الموازية من مجموعة من المجالات، وتبنى بأنه المجال الثقافي والمجال
الأكاديمي غادي يعطي واحد النتيجة، خصوصا أنه تنتوفر على جامعات، واليوم كاين واحد المجهودات كبيرة باش أنه نطوروا هذا المجهود الثقافي والأكاديمي. تنعرفوا بأنه الجامعات والمعاهد الإسرائيلية عندها واحد تتحتل واحد المراتب كبرى، خاصة نستفيد من هذه التجربة وكذلك نسوقوا للتجربة المغربية. شكرا.